مساء الخير واهلا بيكم في فيديو جديد. ولو دي اول مره تشوفني ما تنساش تنزل تحت تشترك في القناه وتشغل الجرس. اول حاجه احب اشكر كل الناس اللي سالت عليا وسالت على العلوم في الاسبوع اللي فات، واحب اقول لهم ان الحمد لله ظهري بقى احسن شويه. اسبوع جديد، اخبار جديده، فيديو جديد، ولما اقول فيديو جديد ده معناه ان في فيديوهات قديمه المفروض نخش نتفرج عليها. طب لو شفت الفيديوهات القديمه خش تتفرج عليها تاني، هي اصلا فيديوهات لطيفه جدا. المهم سيبك انت من الكلام ده، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوب العلوم في اسبوع. اول خبر معانا النهاردة، وانا عارف الناس كتير ممكن تكون سمعت عنه، ولكن انا شايف ان هو من الاهمية بان هو يتقال. اول خبر، بوتين اعلن عن عقار علاج لقاح لفيروس كورونا. روسيا من كام يوم اعلنوا عن لقاح لفيروس كورونا وقالوا خلاص مشكلة كورونا اتحلت. وطبعا الموضوع ما وقفش لغاية هنا، الاعلام الروسي طلع قالك ده بوتين جربوا على بنته، وبدأوا يندمجوا بقى ويسرحوا في الكلام ويقولك ده حرارتها عالية شوية وبعدين نزلت تاني وبعدين رجعت عالية تاني وبعدين بقت كويس، شوية سرح وفتي كده وغالبا كلام مش حقيقي. طيب مبدئيا كده لسه محدش يقدر يتأكد اذا كان الموضوع ده حقيقي ولا هكس. كل لقاح بينتج بيمر بمجموعة من الاختبارات، والاختبارات دي هي اللي بتحدد مدى أمان ومدى فعالية أي لقاح أو أي علاج، والاختبارات دي بتتطلب وقت محدد وجدول زمني معين. ما ينفعش مثلا نختصر في الخطوات دي أو نشيل منها أو نستعجل، لأ هي ليها إطار زمني ولازم تتعمل خلاله. فوفقا للوقت اللي احنا فيه ده يبقى اللقاح ده اكيد ممرش لسه بالمرحلة الثالثة من الاختبارات، المرحلة اللي لسه بتتطلب شهور وبتتطلب تجارب على الاف البشر. عموما انا ما اقدرش ااكد او انفي حاجة زي كده، ولكن يظل الاختيار الانسب هو التشكيك فيه لغاية لما الدنيا يتضح هي فيها ايه بالظبط. بالفعل في شركات وجامعات طورت لقاحات كتيرة جدا، عندك مثلا المعهد الوطني للاوبئة والامراض في امريكا طور لوحده 6 لقاحات لكورونا وكلهم مبشرين جدا، ولكن مفيش مركز بحثي او جامعة او حتى حكومة يستجروا ينشروا حاجة زي كده للمجتمع العلمي قبل ما تتجاوز الاختبارات الكاملة بتاعها. حاجة زي كده في الاوساط العلمية تبقى فضيحة. طبعا كل ده عشان دي دول قانون ومحدش يقدر يخاطر بحياة الناس عشان مثلا مكاسب سياسية، انما بقى البلاد اللي الحياة ماشية فيها بالكوسة وبيقدسوا بوتين هناك، واحد في الحكم من سنة 2000 بقاله 20 سنة، فالنوع ده من الدول انا ما اقدرش اثق فيه قوي بصراحة، وخصوصا في حاجة زي كده. ولكن برضو ما اقدرش انفي حاجة زي كده، فيظل الخيار الاسلم زي ما قلت قبل كده هو التشكيك، وملوش لزوم الاستعجال علشان الخطر ما يبقاش مضاعف. طيب روسيا بعد الضغوط والانتقادات اللي توجهت لها على طريقة تطوير اللقاح وان هي ما كانتش دقيقة علميا، اعترفوا ان هم لسه ما وصلوش للمرحلة الثالثة من التجارب، وان هم هيبدأوا فيها قريب جدا، وان هم اختبروا اللقاح على 38 شخص بس. وكمان عضو مجلس اخلاقيات وزارة الصحة الروسية، واللي المجلس ده مسؤول عن مراقبة مراحل تصنيع اللقاح عشان يتأكدوا ان الخطوات العلمية المتبعة في تطوير اللقاح ماشية مظبوط، عضو بارز فيه وكمان هو طبيب امراض تنفسية، قدم استقالته اعتراضا على اعتماد روسيا للقاح. هو شايف ان الخطوة دي ممكن تسبب كارثة، ولكن على الرغم من كده روسيا شايفة ان اللقاح شغال وبدأت تتكلم عن استعدادها لبيعه وتوزيعه حوالين دول العالم. بس حسيت ان الحتة دي كان لازم تتقال، ويلا نكمل الفيديو. المهم سيبنا من روسيا وخلينا في مصر، دراسة جديدة شقلبت التاريخ الفرعوني. مبدئيا كده عايزين نوضح حاجة، ان معلوماتنا عن التاريخ الفرعوني هي جاية في الاساس من ترجمتنا للنصوص اللي على جدران المعابد والمقابر الملكية. وطبعا المعابد دي كانت تعتبر ملك الفرعون، والمقابر كانت يا اما مقابر ملكية يا اما مقابر لناس ذوي علاقة بالملك، قرايبه مقربين منه. فللأسف كان بيحصل زمان زي ما بيحصل دلوقتي، اللي هو بقى ايه، حاسب يا عم شوف الفرعون عمل ايه، حاسب كده شوف الفرعون ده جامد ازاي. فبطبيعة الحال كانت الكتابات دي دعاية اكتر منها توثيق للواقع، الا ان دراسة جديدة بينت ان الهكسوس مغزوش مصر ولا حاجة. الدراسة بتقول ان الهكسوس دول ناس مهاجرين جم من اسيا وعاشوا جوه مصر، عاشوا جوه مصر لفترات طويلة واشتغلوا في الرعي واشتغلوا في التجارة واتجوزوا وخلفوا واشتروا وباعوا اراضي وكل حاجة، وبقوا خلاص مصريين. يعني عشان الموضوع يكون مفهوم اكتر، هم جدودهم جم من اسيا ولكن ابائهم وهم نفسهم اتولدوا في مصر واصبحوا مصريين خلاص. المهم ان فترة من الفترات الدولة الفرعونية كانت ضعيفة جدا، فجم بقى بعد ما بقى معهم شوية فلوس اعلنوا ان الدلتا دي تبعهم، مش غزو بقى وحرب وبتاع. هو اصلا يمكن محدش انتبه لهم لما عملوا كده، وبرضو احمس مشاهم ازاي
محدش متأكد، هل فعلا من خلال حرب أسطورية بمعايير الزمن ده، اللي هو بقى عمل جيش من 48 ألف مصري وراح حارب بيه 240 ألف من الهكسوس وحاصرهم وفضل يطاردهم في الصحراء لغاية ما وصلوا لغاية فلسطين. والرواية كمان بتقول ان هما في النهاية استقروا في وسط الصحراء وانشأوا مدينة اسموها يودا اللي هي القدس دلوقتي. الدراسة بقى بتتشكك في كل الرواية دي وبتقول ان غالبا الموضوع ده كان دعاية سياسية مش اكتر، وان في ادلة حقيقية فعلا ان الهكسوس عاشوا في وسط المصريين واتجوزوا منهم كمان. المهم سيبنا من السياسة وحرقة الدم، اي موضوع تاني هيكون اكثر امتاعا من حرقة الدم بتاع السياسة، اي موضوع حتى لو هنتكلم في الفضلات. خلاص يلا فضلات. عوائد مكلفات الطيور البحرية تتجاوز 470 مليون دولار سنويا. دراسة جديدة حاولت تحسب المردود الاقتصادي اللي ممكن نستفيده من فضلات الطيور البحرية ولقت ان الحسبة دي تعادل حوالي 473 مليون دولار كل سنة. فضلات الطيور البحرية دي بتساهم باكتر من 44% من نسبة النيتروجين والفوسفور المترسب على الشواطئ. العناصر دي تعتبر العناصر الغذائية الرئيسية لكل اشكال الحياة. المخلفات دي بتوفر عناصر غذائية للنظام البيئي للشعاب المرجانية، غير بقى التربة اللي بتمتص المكونات دي علشان تكون في غاية الخصوبة. للأسف التغير المناخي بيهدد 44% من إجمالي أنواع الطيور البحرية، وبيهدد كمان أكتر من 80% من كمية النيتروجين والفسفور دول. كل تصرف الإنسان بيتصرفه بيأثر بشكل أو بآخر على كل أشكال الكائنات اللي على الكوكب، فعشان كده كل تصرف بنتصرفه لازم يكون محسوب ولازم يكون بيراعي البيئة قدر المستطاع. وعشان كده علماء ينجحون في تخزين الطاقة في قوالب طوب البناء. فريق كيميائي من جامعة واشنطن في سانت لويس قدروا يحولوا الطوب اللي بيدخل في المباني لباور بانكس، بنوك طاقة. الفريق جاب قوالب طوب من العادية جدا اللي في السوق او حتى من المعاد تدويرها، ودهنوها بطلاء معين مكون من بوليمر معين هم طوروه. الطلاء ده مكون من مواد نانونية، بمجرد ما هتدهن بيه القالب، القالب هيمتصه ويتحول الى ما اشبه بالاسفنجة الايونية، يقدر يمتص الطاقة ويخزنها كمان. والفريق جرب الموضوع ده ونجح بالفعل. تخيل كده تجيب خلايا شمسية وتوصلها على جدران بيتك، ولو حصل حاجة والنور قطع تقدر تسحب طاقة من اللي في الجدران دي، وتقدر تستخدم القوالب دي مئات الاف المرات قبل ما تفقد قدرتها على الشحن. الحاجة اللي ما قالوهاش بقى، هل لو سندت على الحيطة الكهرب؟ لا بجد، التطور اللي عمال بيحصل ده مخلي الواحد مش قادر يتخيل شكل الحياة هيكون عامل ازاي، اللي هو كل حاجة حواليك بتستخدمها هتتحول لأشياء ذكية وأشياء بتخدمك وكمان أشياء بتحميك. وده بقى ينقلنا للخبر الخامس. علماء طوروا حبر جديد بيحول الملابس لمستشعرات كيميائية. علماء في سلك لاب تافتس قدروا يطوروا نوع جديد من الأحبار أو الأصباغ اللي ممكن يستخدم في صباغة الملابس ومنتجات صناعية كتير. بس خلينا في الحتة بتاع الملابس دي. الأحبار والصباغات دي ممكن من خلالها تقدر تدرك حالتك الصحية ومدى نقاء المحيط اللي حواليك، يعني لو في حاجة لون الملابس هيتغير، بمعنى انك مثلا لابس تيشرت ازرق ودخلت مكان نسبة اول اكسيد الكربون فيه عالية جدا، طبعا ساعتها انت مش هتحس، ولكن ده يحمل ضرر كبير جدا على صحتك. ففي الحالة دي هتلاقي التيشرت لونه اتحول للاحمر مثلا، فاهم؟ الفريق البحثي شايف ان الاختراع بتاعهم ده هيكون ليه تطبيقات كتيرة جدا في مجال الصحة والصناعة وحتى الامن. ماشي، ربنا يوفقكم. انتقالا بقى للخبر الاخير، سنغافورة هتبني اول ناطحتي سحاب مسبقتي الصنع في العالم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سنغافورة هيبنوا ناطحتين سحاب زي المكعبات كده او الميكانو، هيوصل طول المباني دي ل 192 متر وهيبقى فيهم 988 شقة، اللي هو مدينة صغيرة كده مبنية بس من المكعبات. هو طبعا مش مكعبات بس هي حاجات كده فك وتركيب يعني. طبعا البناء بالشكل ده مش عشان الروشنة وكده، التقرير بيقول ان البناء بالطريقة دي اسرع بكتير جدا وبيقلل الضوضاء بشكل كبير جدا وكمان اكتر استدامة بيئيا لان تقريبا ملوش مكلفات. وكمان بيقولوا ان هي تقدر توفر حوالي 8% من تكاليف البناء العادية، يعني كمان ارخص. يعني لو المشروع ده هيكلف مليار دولار فهم كده هيقدروا يوفروا حوالي 80 مليون دولار، مبلغ كبير قوي. عموما خلونا احنا هنا في اللي احنا فيه، ملناش دعوه بحد، احنا نقعد هنا نشوف الحلقات اللي فاتت، استنى الحلقات الجديده، نعمل لايك للفيديو ونشيره، نشترك في القناه، نشغل الجرس، نعمل فولو على الانستجرام، ونخش ونعمل لايك على صوره جوه، وبس كده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.